اهلا وسهلا بكم في البث المباشر من تزاغين اقليم الدريوش. الان مع ايمان امراه بألف رجل. ايمان اول امراه ريفيه بالريف تترأس نادي كره قدم صف الرجال، واول امراه بالجهه الشرقيه في مجلس عصبة الشرق. إيمان شابة في عمرها 24 سنة. إيمان مرحبا بك على قناة شوف تي في. شكرا لأنكم ضيفتونا هنايا. مرحبا إيمان، كيفاش جاتك الفكرة هذه ديال أنك تكوني رئيسة ديال نادي الأمل تزاغين وتكوني أول امرأة جهه الشرق؟ اولا كنشكر شوف تي في، يعني الفكره كيفاش جات، يعني فاش كتكون عندك الغير على المنطقه ديالك تقدر دير يعني بزاف ديال الحوايج، يعني حتى شي حاجه ما مستحيله وحتى شي حاجه ما صعيبه. فاش كيكونوا عندك الاهداف وتقدر يعني دير بزاف ديال الحوايج باش تحقق دوك الاهداف. اولا مثلا انا العزلة اللي كتعاني منها المنطقة ديالي هي اللي خلاتني أنني نفكر نأسس هذا النادي، يعني مقارنة مع المناطق المجاورة كتلقى عندهم الفراقي، كتلقى عندهم الفراقي نتاع كرة القدم، وحنا مثلا تزاغين ما كانش عندنا. يعني أنا جات هذه الفكرة في 2019 أسست النادي أمل تزاغين. 2019 النادي. العائله وسميتو ما كانش اعتراض من طرف العائله؟ حنا فاش كنعرفو لا، بالعكس العائله ديالي ديما كانت كتشجعني، وهي اللي اولا هي اللي كانت يعني في البدايه كتمول معايا هذه الفرقه. وخلي يعني المحبين ديالي كاين، يعني ما كاينش شي حاجه ما كتلقاش فيها العقاله وما كتلقاش فيها الاكراهات. راه الاكراهات لابد منهم، بصح من العائله ديالي بالعكس كانوا سند لي. كيفاش جات الفكره الاخت ايمان؟ قلت لك الفكره كيفاش جات. مثلا انا رئيسه نتاع واحد الجمعيه، يعني ابار هذا النادي. مثلا فاش في رمضان كنت كنضم لهم دوريات نتاع كره القدم المصغره، ومن تماك جات الفكره. قلت علاش انا ما غاديش ندير النادي؟ قلت لك مع مقارنه مع المناطق اللي كاينين في الاقليم الدريوش كتلقى كل بلاصه عندها الفرقه ديالها، ما عدا تزاغين ما كانتش عندنا. يعني الجامعه ديالنا ما كانش شي فريق، يعني اول فريق تاسس في جامعه تزاغين هو نادي امل تزاغين. ما كانش شي فريق هنايا تاسس من غير لا اول فريق هو نادي امل تزاغين. تماك مثلا كيكون باش تنخرط في العصبه كيكون داك الفتره من واحد في شهر 5 30 ماي. يعني انا جمعت سوريقاتي وداك الشيء، يعني كانوا الناس مثلا اللي كنطلب منه شي معلومه وداك الشيء ما كنتش كنلقى شي صعوبه، عاونوني انخرطت وتقبلت. جمعت الدراري مثلا انا كنركز على الدراري ديالي ديال المنطقه ديال تزاغين. مثلا ما كنجيبش الدراري من برا، انا كنركز على الدراري ديال تزاغين، يعني ديال المنطقه ديالي كنلعب بالدراري ديالي. وسميتو اش القسم اللي كتلعب فيه فريق امل تزاغين؟ القسم الثاني عصبه. ثاني عصبه. المرتبه اللي كتحلوها المرتبه الخامسه. المرتبه الخامسه. ب 17 نقطه. شحال بقات من دوره دابا؟ بقاو لينا ثلاثه ديال الدور. احكي لنا ايمان على القصه ديالك، كيفاش جات لك هذه الفكره هذه، وكيفاش فكرتي بانك تدخلي عالم الرياضة، وبالخصوص بأنه كنعرفوا بأنه عالم الرياضة كاين مجموعة من الرياضات، ولكن الرياضة اللي مشهورة هي كرة القدم. تفضلي. شوف بالنسبة لكرة القدم، يعني شي حاجة اللي صعيبة باش أنها تشدها مرة، صراحة شيء صعب. ولكن فاش كتكون الكاريزما يعني كيكون عندك شحال من هدف انك تحققه، وكتلقى الدراري ديال المنطقه ديالك والمنطقه ديالك، يعني الناس فرحانين وعاجبهم الحال، يعني راه كيخليك هذا الشيء انك تمشي لقدام. وماشي غير يعني مثلا غير كره القدم، راه بزاف ديال الحوايج، راه يعني اي ميدان فيه رجال راه تقدر حتى المراه انها دير بزاف ديال الحوايج. ما كاينش الفرق، انا هكا كنشوف. كيفاش جاء الالتحاق ديالك
مكتب عصبة الشرق لكرة القدم. الفكرة كيفاش جات؟ مثلا أنا في 2019 2020 2021، واخا 2021 يعني جا واحد التجديد نتاع المكتب المديري، الجمع العام، في الجمع العام نتاع عصبة الشرق جات الفكرة. هما اقترحوني، سولوني واش إيمان غادي تكوني معنا في المكتب، قلت لهم وي مرحبا. مع ما كانوش يعني ما كانتش رئيسة أخرى على صعيد الجهة، اقترحوني و يعني داروني في اللائحة وصافي، يعني أصبحت عضوة معاهم واعطوني رئيسة اللجنة الجهوية تاع الكرة النسوية. يعني أول امرأة في جهة الشرق عصبة الشرق الشرق لكرة القدم. حيت يعني في القانون يعني فرض عليهم أنه تكون على الأقل عنصر نسوي واحد، وأنا الوحيدة اللي راهو معاهم في المكتب المديري تاع عصبة الشرق. 100 كلام. ها سيدي. الأخت إيمان، يعني هذه السنة هذه حتى واش من المرتبة كتحتل قلتي؟ المرتبة الخامسة، المرتبة الخامسة، وغيب الدراري ديال البطاقة ديالي تزاغي. يعني كتعطيهم شي دعم، كتخلصوا هذوك الدراري، كتعطيهم مثلا غادي نقول لك في 2019 يعني مثلا الدراري ديالي كانوا باش نذكروا المبلغ شحال كتعطيهم غير واش يعني غادي نهضروا مثلا بالترتيب. 2019 ما كانوش كياخذوا البريم، وفي 2020 مهم مره يدي ومره لا. 2000 مثلا هذا العام فاش كيربحوا متفاهمين، وحتى هما يعني شنو نقول لك، حتى هما كيعاونوني وكيوقفوا معايا. يعني عندي واحد اللاعبين شنو كنعتز بهم، تبارك الله عليهم وكنشكرهم من هذا المنبر. ودابا لا، دابا فاش كيكون مثلا كيربحوا الماتش كياخذوا البريم. صحيح. غادي نسولوك وي مرحبا. اهم حاجه غنسولوك على ثلاثه الحويجات. الدعم، المجلس الاقليمي يعطيكم شي دعم؟ وعطانا الدعم. اول عام كنستافد من المجلس الاقليمي، هو هذا العام اللي كنشكر من هذا المنبر السيد العامل اللي تدخل، وكنشكر عاود الناس ديال المجلس الاقليمي، لا الرئيس لا باقي الاعضاء نتاع المجلس الاقليمي. المجلس الجماعي ديال تزاغي، المجلس الجماعي وعدنا انها نستافدوا من المنحه، وكاين يعني كيفاش غادي نستافدوا، كاين اتفاقيه شراكه ما بين مجلس جماعه تزاغين ونادي امل تزاغين. طبعا مجلس جهه الشرق، مجلس جهه الشرق هو ما كيعطيش لينا يعني بطريقه مباشره، كيعطي مثلا العصب، وهما اللي كي يعني هما اللي كيقسموا على باقي الانديه. باقي الانديه. والاخت ايمان، انت الان على المباشر على قناة شوف تي في، الله يحفظك، بغيت تقولي للمرأة الريفية بهذه المناسبة هذه بأنك أنت أول مرأة ريفية في المنطقة ديال الريف كترأسي نادي لكرة القدم صنف الرجال أمل تزاغين، كأول امرأة ريفية وأول امرأة بالجهة الشرقية داخل مجلس عصبة الشرق. تفضلي لالا إيمان. كنقول لأي بنت ولا لأي امرأة ان حتى شي حاجه ما صعيبه، يعني فاش كيكون قلت لك ما كيفاش كتكون العزيمه وكيكون عندك الاهداف وبزاف ديال الحويجات يعني تقدر توصل ليهم، فهمتي؟ يعني ما كتجيش شي حاجه خطره وتقدر توصل ليها، ولكن شويه بشويه، فهمتي؟ وفاش مثلا كتكون العائله ديالك يعني ساند ليك، وهذا راه عائلتك تعاونوك، خوتك، كل شيء. وي وي، خوتي عائلتي وقفوا معايا. عندك شي دعم من شي جهات اخرى من الناس مثلا الناس اللي مسك عليهم الله؟ مثلا كاين المحبين تاع الفريق نادي امل تزاغين، كاين الناس مثلا ديال الجاليه ديجا عاونوا النادي، كاين الناس ديال المنطقه من هنا عاونوا النادي، وعاود كنشكر رئيس مجلس الجماعي تزاغين، حتى هو كيساهم معنا لا هو لا الاعضاء ديال المجلس الجماعي تزاغين. طبعا. شي كلمه اخيره الاخت ايمان اجداي لاول امراه ريفيه تترأس نادي كرة القدم صنف الرجال. كنشكر شوف تي في، كنشكركم بزاف على هاد الالفه، يعني هاد شنو نقول لك، على هاد الاهتمام بالشان الرياضي، سواء على صعيد الجهه لا على الصعيد الوطني، كنشكركم بزاف على الاهتمام. شكرا لك ايمان اجداي. ايمان اجداي شابه امراه بألف رجل. الله يحفظك. شكرا ايمان، اول
امرأة ريفية تترأس نادي لكرة القدم صنف الرجال آمال تزاغين، وأول امرأة ريفية وأول امرأة بالجهة الشرقية داخل عضو عصبة الشرق لكرة القدم. إيمان شكرا لك، وشكرا العفو، لنادية كنشكر تزاغين حتى انا اللي كنشكر شوف تي في على هالتغطية. هذا واجب الأخت إيمان. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في وصلنا